تعلم كهرباء السيارات من الصفر حتى الاحتراف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. تقدر تقول على حلقتنا النهاردة في كهرباء السيارات حلقة مجنونة ومليانة بالأسرار الكتير. مهم جدا تشير الحلقة لأصدقائك وأحبابك، وما تنساش السؤال اللي في آخر الحلقة اللي بعرف منه إذا كانت المعلومات وصلتك أم لا، ولو عندك سؤال سيبهولي في التعليقات، ويلا بينا نشوف كل شيء مع بعض بالتفصيل. الحلقة اللي فاتت شفنا فيها حاجات كتيرة ومتعددة، الأطراف الرئيسية اللي خارجة من البطارية، إزاي تشتري البطارية وإيه هي مواصفاتها، وجه سؤال جميل جدا جدا للحلقة. السؤال ده بيقول لما جربنا وفكينا علبة الفيوزات، ليه لما شغلنا السلف أو المرش خارج السيارة أو شغلناه بدون ما نشغل المحرك ليه السيارة ما اشتغلتش؟ وده اللي هجاوبك دلوقتي عليه عملي. أول ما فكينا علبة الفيوزات وحددنا الريلي الخاص بالسلف أو المرش، فكناه بالشكل ده كده بعد ما حددناه. طبعا حاسب لك الحلقة عشان تراجعها وتشوف أسرار كتيرة فيها. أول ما شلنا الريلي عملنا إيه؟ بدأنا نجرب إذا كان المرش واصل ولا لأ على طرفين المرش. بيشتغل معايا هو، لكن السيارة ما بتدورش. ما بتدورش ليه؟ لان انا فاصل الكهرباء عن باقي السيارة، وحنروح دلوقتي نوصل لها الكهرباء ونشوف هل هيشتغل معايا السلف ام لا. مهم جدا هروح للسيارة وابدأ اضع المفتاح بالشكل ده كده واجيبه لحد ما تنور معايا اللمبات. طبعا لو شغلت مش هيشتغل عشان انا شايل الريلي. وبعد كده هجيب السلكة الخاصة بي اهي وحبدأ اشغل الريلي من هنا كده مباشرة. هلاقي السيارة اشتغلت معايا اهي، المحرك دار بكل سهولة. بعد كده هنطفي المحرك ونروح مع بعض نجيب المقود او الدريكسيون او الطارة ونعمل عليها المحاكاة مع الريلي، والتوصيلات كلها هتبقى خارجية عشان تشوف يا بطل ازاي هتقدر بكل سهولة توصل السلف ده خارج السيارة خالص ويشتغل معاك. ويلا بينا. وهنبدأ نثبت الطارة عشان نشوف الوصلات ازاي بتيجي وازاي بعد كده بيتم توصيلها. ادي المقود او الطارة او الدريكسيون، وادي السلف او المرش، وده الريلي او الكتاوت. هنشوف مع بعض ازاي توصلهم وازاي بيوصلوا على المفتاح الخاص بالكونتاك سلكة بسلكة، وازاي نشغل من الخارج بعيد عن السيارة. ادي مفتاح الكونتاك وادي الاطراف اللي خارجة منه. كام تكة؟ التكة الاولى، التانية، التالتة. التالتة هي اللي بتشغل لي السلف او المرش. هختبرها ازاي واوصل لها ازاي التكة ديت؟ اول ما بدوس على المفتاح او اضغط عليه السلف، في طرفين هنا بيلبسوا بعض. الطرفين هم الطرفين دول هقول لك تختبرهم وتعرفهم ازاي دلوقتي. هجيب لمبة عادية جدا، طبعا كان ممكن استخدم المالتي ميتر والاجهزة الحديثة، ولكن انا عايز اعلمك من الصفر. ادي اللمبة العادية هي لها سلكين. لو حطينا اللمبة بالشكل ده كده وجينا نجرب على الموجب والسالب هتنور معايا اللمبة هنا. تمام. هاخد اللمبة دي اثبتها في اي مكان ظاهر بالنسبة لي، هنخليها في مكانها. وحبدأ على الاطراف اللي عندي اثبت طرف على المفتاح او على اطراف المفتاح بالشكل ده كده، وطرف على موجب البطارية او السالب زي ما تحب. والطرف الثاني هبدأ اجرب بيه على الاطراف اللي عندي. الطرف السالب ممكن احطه على جسم المحرك او على السالب الخاص بالبطارية. هبدأ اوصل كده لاي طرف من الاطراف، ادي طرف والتاني على السالب، وابدأ اجرب السويتش. هلاقي الطرف ده نور معايا هو من اول مرة ما شاء الله. بعد ما حددنا الطرفين هنبدأ نوصل السلف او المرش. قلنا ان الطرف اللي جاي من البطارية مباشرة هو الطرف ده،
مهم جدا، وديت الدقمه اللي اتكلمنا عنها او الكويل، هنبدا نوصل لها كهرباء عشان توصل الطرفين دول ببعض فيشتغل السلف. عشان تظهر الصوره هنبدا نضع المقود بالشكل ده كده كانه بالضبط موجود في السياره. ادي الطرفين الخاصين بالسويتش او بالستارتر. هنوصل ازاي عشان الصوره توضح؟ ادي السلف او المارش، باخد له طرف كهرباء مباشر من البطاريه. هنبدا نوصل سلكه سلكه مع بعض. عايزك تركز معايا بقى بطل، كل الاسلاك اللي موجوده عندي باللون الاسود والاحمر فقط اهم، دول اللي هشتغل بيهم، وهشيل اللمبه خلاص ما عدتش محتاجها، ما عنديش اي الوان اسلاك تاني الا الاحمر والاسود. هنيجي على السلف او المارش، وقلنا في الحلقه الاولى ان انا بربط المسمار ده بالطرف اللي جاي من البطاريه مباشره، فهنبدا نربط الطرف ده، ونلاحظ ان لازم تكون مساحه المقطع كبيره عشان بياخد تيار عالي، عشان كده وصله من البطاريه مباشره. كده خلاص ربطنا الطرف ده مؤقتا كده اهو عشان يبقى ظاهر لك، بعد كده هوصله بالطرف الموجب. يبقى خلاص اتفقنا، ده الطرف الاول اللي واصل من السلف الى موجب البطاريه، واللي قلنا عليه في الحلقه اللي فاتت اللي كان باللون الاسود. يبقى السلك ده كهرباء، ادي اول سلك. بعد كده هناخد الطرفين اللي خارجين من الطاره او من مفتاح الكونتاك ايضا باللون الاحمر والاسود. هنجيب الريلي، ادي الريلي، هنوصل طرفين الكويل اللي شفناهم مع بعض الحلقه اللي فاتت. طرفين الكويل هم الطرفين الصغيرين دول، هاخد منهم طرف اسود وطرف احمر. ادي الطرفين دول طرفين الكويل، وهبدا اعري الاطراف واشيل العازل. لو وصلت الطرفين دول هنسمع مع بعض ونوصلهم على السالب والموجب. طبعا ده موجب زي ما اتفقنا، هو هو اللي جاي من البطاريه، واي طرف سالب هنسمع مع بعض. الريلي شغال اهو معايا اول ما بوصل الكهرباء على الطرفين دول. طب انا عايز اخد كهرباء دلوقتي من الكونتاك مباشره، هاخدها ازاي؟ هاخد طرف من الاطراف الجاية من الكونتاك او من مفتاح التشغيل. هنلاحظ كل الالوان بعملها لك باللون الاحمر او الاسود. خدت طرف واحد اللي هو الاسود. كده انا غلطت في حاجة، غلطت ان انا خدت الاسود، هو الطرف اللي جاي من الكونتاك هو طرف كهرباء، يبقى هبدله، هشيل الاسود واجيب طرف احمر اهو واضعه هنا. محتاج طرف اخر يجيب لي من البطاريه كهرباء للمفتاح او للكونتاك. ركز معايا، بجيب كهرباء للكونتاك وباخد من الكونتاك على الريلي. محتاجين طرف احمر تاني، او هنقطع جزء من هنا اهو عشان المسافه. هاخد نفس الطرف ده اهو بالطرف التاني. والطرف الراجع اهو ده الكهرباء. بدل ما امشي المسافة دي كلها، لا ممكن اربطه هنا مفيش مشكلة، لان الطرف ده هو هو اللي جاي من بطارية السيارة. ركز معايا، جبت طرف كهرباء من الكونتاك وصلته بالريلي، والطرف الاخر اللي جاي من الكونتاك الطرف ده اصلا كهرباء، اللي بيوزع الكهرباء على جميع اجزاء السيارة. يبقى كده ادي كهرباء واصلة للكونتاك وبعد كده رايحة للريلي.
الريلي عشان يشتغل محتاج ايه؟ محتاج سالب، يبقى هوصل الطرف السالب الخاص بيه بالبطارية. وصلت المعلومة كده يا بطل؟ هنيجي نجرب اهو، سامع؟ انا بشغل المفتاح، ايه اللي بيحصل؟ الريلي بيشتغل. طبعا انا ما عدتش الدايرة على فيوزات، هناخد موضوع الفيوزات ده بعدين، انا عايز اوريك نظرية العمل. بعد كده لما بيفصل ويوصل الكهرباء المفروض تروح فين؟ تروح للسلف او المرش. هتروح ازاي؟ ده اللي عايزك تركز معايا فيه. محتاج كمان طرفين اهم. ليه باللون الاحمر؟ لان انا هوصل بيهم كهرباء للدقمة او السلف. ادي طرفين باللون الاحمر اهم، هوصلهم بالشكل ده كده بالريلي. اصبح عندي الريلي خد اشارة او خد كهرباء من المقود او من المفتاح الخاص بالكونتاك، وهيديني كهرباء بعد كده للسلف او المرش. هيدي كهرباء ازاي؟ ركز معايا. دول الطرفين، القفل والفتح، او اللي بيشغلوا السلف او المرش. هوصلهم ازاي؟ زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، الدقمة بتشتغل او الكويل اللي بيشغل السلف بيشتغل من الطرف ده. هاخد طرف عليه اهو من الكهرباء، والطرف الثاني هوصله فين؟ هوصله على الكهرباء. طبعا انا بوصل هنا مباشرة على البطارية، المفروض على لوحة الفيوزات، وده هناخده ان شاء الله في الحلقات القادمة، توزيعة لوحة الفيوزات. عايزك تركز معايا وما تتلخبطش. كل الاسلاك ظاهرة قدامك باللون الاحمر، ما عدا سلك واحد بس اللي ظاهر باللون الاسود. تيجي نجرب كده ونشوف السلف هيشتغل معايا ولا لا. هنيجي ندور، ادي المفتاح الخاص بالكونتاك، طيب ما اشتغلش معايا. هعمل حاجة بسيطة كده مجنونة شوية، ممكن يكون الدقمة او السلف ده مش شغال. ده طرف الكهرباء اهو، المفروض ان جايب لي من البطارية كهرباء. طيب هنشوف ايه المشكلة ازاي؟ عن طريق اللمبة. هنشوف اللمبة كده هتديني كهرباء رايحة للدقمة ولا لا. كويس اهو، عطل جه معانا واحنا شغالين. لا احنا نسينا حاجة، مش لمبة ولا دقمة، احنا وصلنا طرف واحد للسلف. طب فين الطرف السالب؟ ما وصلناهوش. هيشتغل ازاي؟ لابد ان انا اجيب له طرف سالب اوصله بجسم السلف. عشان كده قلت لك السالب ده مهم جدا، لو السالب مش موجود بيعمل مشاكل كبيرة جدا. هاخد الطرف السالب اهو من هنا، وعايزين نربطه او هنثبته بايدينا كده، او نجيب كابل طويل شوية وخليه باللون الاسود وهنبدأ نوصله بالسالب او بأرضي السلب على اي طرف من الاطراف، كأني موصله بالأرضي بالضبط، وليكن الطرف ده مثلا اهو، وهوصل الطرف الاخر بسالب البطارية، وهبدأ ادور واشغل السلف او المرش. شايف يا بطل؟ اشتغل معايا السلف او المرش اهو. هدور تاني، شايف؟
ونراجع مع بعض على الشغل اللي عملناه مع بعض، وكمان بالمرة نقول سؤال الحلقة. بدأنا نحدد الطرفين الخاصين بالسلف أو المرش، هم الطرفين اللي نورت معايا اللمبة أول ما وصلتهم، هم الطرفين دول. يبقى الطرفين دول بيوصلوا ببعض أول ما بضغط أو بشغل السلف أو مفتاح الكونتاك. الطرفين دول رايحين فين؟ طرف جاي من الكهرباء اللي هو جاي من لوحة الفيوزات، والطرف التاني رايح للريلي. الريلي أنا فكه منين؟ فكه من لوحة الفيوزات، يبقى الطرف رايح له. طب بعد كده الطرف التاني هيروح فين؟ هيروح للسالب أو الأرضي اللي باللون الأسود ده. زي ما اتفقنا كل طرف أسود سالب وكل طرف أحمر موجب. كده أول ما بضغط على السلف أو أضغط على مفتاح الستارت أو البدء، تيجي كهربا للريلي. طب الريلي هيعمل ايه بعد كده؟ الريلي المفروض ان هو هيوصل الطرفين دول الاون والاوف. هوصلهم ازاي؟ طرف هيوصل للدقمة او كويل التشغيل. طب سؤال هيتسأل، ليه انا ما وصلش الكهرباء هنا على طول ويشتغل معايا السلف او المرش مباشرة؟ مش هيينفع، لان السلف بياخد طيار عالي جدا في بدء التشغيل، عشان كده انا خدت له طرف مباشر من البطارية اللي قلنا عليه الحلقة اللي فاتت. يبقى خلاص خدت الطرف الخاص بالريلي، خدته على كويل التشغيل الخاص بالسلف، والطرف التاني هاخده فين؟ على البطارية اهو. يبقى انا كده وصلت كهربا للسلف او للدقمة الخاصة بيه. لما جينا شغلنا قبل شوية ما اشتغلش معايا السلف او المرش. ليه ما اشتغلش؟ عشان كنا ناسيين طرف الارضي. ليه ناسينه؟ عشان السلف بيبقى متثبت في جسم المحرك نفسه. لو انا فكيته طبعا مفيش طرف سالب او ارضي هيبقى واصل له. اول ما وصلناه اشتغل معايا السلف بكل سهوله. سؤال الحلقه، ليه لما شغلنا دلوقتي السياره ما ضارتش او المحرك ما اشتغلش؟ انا بدور اهو، السلف اشتغل وجاي له كهرباء وزي الفل اهو، ولكن المحرك ما دارش. سيب لي الإجابة يا بطل، وأي سؤال أو استفسار عايزه في الحلقة، ونشوفكم إن شاء الله الحلقة القادمة. ما تنساش تشير الفيديو عشان الكل يستفيد، ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم، وشكرا جزيلا لكم.